تبطلي طلق يا مرات عمي؟ حاضر، هطش الملوخيه وجايه. حد يفتح الباب يا ولاد. ما تفتحي الباب يا بنت يا سكر. وانا مالي، انا بحضر السفره. بالله تتقرصي في معميعك. ومالي، بس مش هفتح. انت يا كابر يا كابر. حاضر. ايه ده؟ انت عامله ملوخيه؟ اه. ريحتها حلوه؟ ما بحبهاش، بتخلي ريحه بقي توم. امال ايه ده عايزه؟ هاي يا حبيبتي. هاي يا مامي. هاي يا كابر. الاكل جهز؟ عمك زمان على وصول. جهز يا مرات عمي. طب ادي كيس المكوى لسكر. لا، المكوى دي من تخصصي، محدش يقرب لها غيري. هلا يا سيد، بنت كسر جايه علينا. يا ريت تبلغ خراج. كيف؟ 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 في ايه يا ولد؟ طب يلا يلا يلا. ازيك يا مدهن؟ فل. مش شفتك؟ لازم ابقى عزير وحضرتك. انت هتعملهم عليا يا فورياجي؟ ايه المكوى يا شبه وشك دي؟ الحكايه مش حكايه مكوى، انت اللي معرضه عليا المشوار وبتبخ في وشي هاج وفراق. هو انا ببخ كده لله في لله؟ ما هو من عمايلك السودا. بقى انا يا ولا كل ما افوت عليك الاقيك نازل دودو دراغي دودو دراغي مع البت اللي اسمها كابر. كابر؟ اه كابر. اياك تنكن. عايز تقولي انك مش بتلغيها؟ يا بنت الغيها ده ايه؟ انت ما تعرفيش كابر دي تطلع مين؟ تطلع مين يعني؟ تكونش مين يعني؟ يسرا؟ يا بنت دي تبقى بنت اخو سيادة المستشار. عارفه يعني ايه مستشار؟ لا مش عارفه يعني ايه مستشار. اللي هو بيستشير الناس ده كل يوم حضرتك. النبي ايه يا اخوه؟ بنت مش عاجبني فيها حاجه، خلينا في اللي احنا فيه. اوعى كده شوية هوا. ايه بس ده حتى بنت دوشة. قوي قوي. اه ورجالة. قوي قوي. ولدان. قوي قوي. صباح وحلو. مشغوله ما اعرفش مش لوحدي. راح فين؟ اوعى كده سيبه. اوعى كده سيبه. ازيك تستهني؟ ازيك يا راجل يا بركه. امسك دي العدايه بتاعتك. كل سنه وحضرتك طيبه. لو عوزت اي حاجه تعالى انا هنا فوق. حاضر يا فندم، ربنا يسهل لك يا رب. ما هو مسهلها لي يا حاج، انا عايزاها تتكلكع شويه. فاهم؟ فاهم يا فندم. السلام عليكم. مع السلامه يا فندم. يلا ربنا يسهل لك ويكلكعها لك يا قادر يا كريم. ستوب. سيجارة؟ لا أنا مبطل. ما البنت كويسة يا كريم، بس طوبة ما فيهاش روح. هتجهز لي بإيه؟ بالشط الواسع. يا إنتاج! أنا جاهزة يا أستاذ. إيه ده؟ هو ده اللي أنا طلبته؟ ما هو أنا طالب إيه في الأوردر يا عمرو؟ طالب عربيتين جولف و8 موتوسيكلات و4 بيتش باجي. اللي انا طلبته ما جاش ليه يا بيري؟ ما هو انا ما عرفتش اتصرف غير في دول امبارح. كلمتك على الموبايل لقيته مقفول، ف ساسو قالت لي. ساسو؟ اه قالت لي مشي الاوردر على كده. تاخدي اوامر من ساسو؟ حلو قوي. ما دام ساسو بقت تدي اوامر لمديره الانتاج وبتتدخل في الاوردر بتاعي، تبقى تيجي هي تخرج بدالي. فركش. أنا أخرج إعلانات؟ والله فكرة روشة. ميرسي يا باري. يس. إيه رأيك يا رهيب؟ ليه لأ؟ أهي شغلانة بتشهر برضه، بس في حاجة واحدة ناقصاكي. ما بفهمش في الإخراج، صح؟ ولا في أي حاجة، أول مرة في حياتي فركش وأنتي السبب. ده خراب بيوت. لو فاكرة إنك بتحمي في أبوكي، أبوكي هو اللي هيكوع تمن اليوم ده. ده أنا كنت بوفر لك في الميزانية. بتوفري ملاليم وتخسرين عملاء بيجيبوا ملايين، وبتقولي إني دارس اقتصاد. ولا انت صدقت اليافطه دي؟ تصدق صح؟ انا طلعت غبيه قوي. سوري. سوري؟ يا شيخه. عايزه ايه؟ اتعلم. ما تروحي تشتغلي في البورصه مع ابوكي. ما بحبش البورصه. بقيت احب الاعلانات قوي. نفسي وعاوزه اتعلم. بتتكلمي في ايه؟ انت عشان تتعلمي لازم تشتغلي بجد. هتمرني زي اي حد مبتدئ وعايز تتعلم الشغلانه. هتيجي في مواعيد الموظفين، مش هتمشي غير باذن مني. تقدري؟ اقدر. هتعمل ايه بالليل؟ تبطلي لعب جيمز على الكمبيوتر، ولو غلطتي اي غلطه في الشغل هتهزقي زيك زي اي حد بيغلط. يا ربي تحفه، يا ربي تحفه. اه، والكائن ده ما يجيش معاكي تاني خالص. مش عايزاه. احسن. تستاهلي. انت يا بنت عبيطه تروحي تحبي لي مكواجي؟ ماله المكواجي؟ مش بني ادم ده، اتخانق عشاني. وهو في واحده تحب واحد عشان يتخانق عشانها؟ هو اتخانق وبس، ده كان هيموت فيها، ده اتطحن. طب انت ناسيه لما قعدت في الجبس شهرين؟ تقدري انت تقعدي في الجبس شهرين عشان خاطري؟ ولا 3 دقايق. شفتي؟ يعني ضحى عشاني، يبقى لي الحق احبه ولا لا؟ ردي. اللي يضحك في الموضوع انك مش في دماغه خالص. اعمل ايه بس يا ربي علشان المعفن ده يحس بيا ويعبرني؟ هو الجربان ده يطول؟ ده انا تحفه، كنس ومسح وغسيل وعيله، غيرش بس هي المكوه اللي معرفش اعملها، وهو هيقوم بيها، يعني هنكمل بعض. انت يا بنتي مش هتبطلي هبل، ده لو ابويا وابوكي عارفه هتبقى كارثه. ابويا ولا سأل فيا، كفايه عليه مراته وعياله. سيبك انت منهم بس وشغلي مخك. صعب، انت عارفه ان مخي ده ما بيخلينيش افكر. انا بقى هفضل وراكي لغايه ما اخليه يفكر، بس لازم تنسي سيد بخه ده، انت فاهمه؟ مش متهيألي، بس اصل لما بخلص الفرجه على المسلسلات ما بلاقيش حاجه تانية اعملها غير ان اقعد بقى وافكر فيه، الا بقى لو في فيلم حلو في السهره ساعتها ما عبرش اهله الصراحه يعني. وبعدين يعني انا شفت حد غيره وقلت لا خلاص هخرجك معايا بجد. اه بس توعديني انك تنسي سيد بخ. خلينا في الخروجه، انا مش مصدقه اساسا ان جه اليوم اللي هخرج فيه انا واصحابك الساعه دول. يا لهوي. فضحتيني، ما قلت لك اني فلاح. شفتي بقى ان ما ينفعنيش غير سيد كابر. انتي لازم تتفوري. اتفور ده ايه؟ لا انا يمكن اتفور. بتبطل بقى وجعت دماغي، انت هبل ولا ايه؟ ساعة ما اشتغلت معاك وانت مرمطاني، بشتغلك سكرتير ودادة ودكتور نفساني وسواق ومرمطون وخلية سنان وبودي جارد، استحمل كل بلاويكي. لا عشان بحبك بجد، حاسس ان انت مسؤولة مني. ده انا بنتي بقعد معاك اكتر من ابوك وامك، وفي الاخر اطرد قدامك وانت تسكتي. اخص حرام. خلاص بقى فوتها لي، وانت بتفوت لي كتير. بس لما سي كريم شلش بتاعك ده يطرد هو ما تتأذى. نام بقى، ما انت عارف اللي فيها. انسي، انت مش في دماغه خالص، عشان كده بقى هموت عليه. ما زنقتش على سي كريم ده يعني؟ لا زنقت، بحبه. تخيل بقى، هو ده الراجل اللي اتخلق عشاني. فاهم يعني ايه؟ لا مش فاهم، تخيلي بقى. اهدي عشان خاطرك، مفيش داعي العصبيه بتاعتك دي. فعلا انا متعصبه قوي. ما تطلع تجيب لي مهدئ. لا بلاش المهدئ، بتقوم الصبح مجنونه. طب اعمل ايه؟ بصي، احسن حاجه جه ميعاد الدكتور النفساني. اتفضلي. اوكي. جاهزه؟ قولي لي يا ساسو، ليه كريم شلش بالذات؟ بيعاملني حلو قوي يا دكتور. فشاره، ده بيسحلك. يعني بيعاملني صح، انا ما ينفعش معايا غير كده. تفتكر ال 13000 خطوبه اللي اتخطبتهم اتفسخوا ليه؟ عشان ما بتقصيش ضوافرك. حمار، عشان بيعملوني غلط. اوكي، ريلاكس ريلاكس. حاضر يا حبيبتي، انت فيها حياتي، بحبك يا بيبي. غلط، انا ما ينفعش معايا كده، انا لازم اتسك، اخد على دماغي. وكريم بيعمل معايا كده، ده ناس اديني بروسيه. واو يجنن. يا بنتي مرضك ده ملوش علاج، انت عندك 50 عقده في الثانيه. اتهبب، خلينا اكمل. اوكي، جو اهاد. ده غير بقى انه شرس، وايد، صحراوي، بويني، غاباتي، مطرب، مزز الصراحه. هو مين ده اللي مزز؟ فاضي. ده كريم شلش يا سعاده الباشا. اخرس انت. اختاري لك اي شركه من الشركات بتاعتي، في الميه او الورق او العقارات. طلع لها فايل باسماء الشركات بتاعتي. نقي لك منهم اي شركه. هو انا بنقي برقوق؟ انا عايز اشتغل في الاعلانات. خلاص يبقى ما تقرفيش كريم، لانه ممكن يزهق ويفض الشركه اللي بينا. ما تنسيش ان هو اللي كبر الوكاله في 5 سنين بعد ما كانت بتخسر ملايين. ما تخربهاش وتقعد على تلها. اوكي يا بابي. غيري تسريحه شعرك دي بشعه بجد؟ بصراحه بالليل سرحيه ان شاء الله حتى تحرقيه. ما هو دي مش اشكال الواحد يشوفها ويتكلم معاها. يا ريت يا ابني، ابوها شريكك ومشارك في نص مشاريع البلد. انا لو منك ما فوتش ابدا بنت زي دي. حد يطول يتجوز بنت ملياردير. ياه، هي دماغك وصلتك لحد الجواز؟ طبعا دي فرصه، بس ده جواز مش صفقه. يعني على الاقل لازم يكون في مشاعر. مشاعر يا عمرو مش مشاريع. تعرف المشاعر؟ ايه ده يا ربي، انا مصاحب ملاك. بقول لك بقى حاجه عشان ترتاح، الملايكه ما بيتجوزوش. ما شافتنيش. مين دي؟ نيفين صفوت. لا مش هي. لا هي والله. وبتستخبي منها ليه؟ يا ساتر، دي دمامه ودمها يلطش، دي بشعه. لو عرفتي اتجوزت مين كنت خدتيها بالحضن. دي تتجوز دي؟ مين الواقع اللي رضي يتجوزها؟ شريف عزمي. شريف عزمي؟ يا نهار اسود، ده قمر. ده الواد المز ده يبص لدي، ده وهم، ده ملياردير. ازاي عرفت توقعه؟ حكيت ورا سنين ولا هو معبرها. طبعا عنده حق، امال وقعته ازاي؟ هحكي لك، اصل انا عرفت القصه من صاحبتها الانتيم. احكي ولا حاجه؟ لا ميرسي ميرسي قوي. راحت للدكتور شمردل، عارفينه؟ الدكتور شمردل العبقري الفلكي المشهور. افتكرته، ده اللي اعلاناته بتنزل في المجلات. هو ده عمل لها عمل ما يخرش الميه، خلى الجدع ده يحفى وراها لغايه ما اتجوزته. يا بنت الايه؟ جدعه. يعني اخت حضرتك رجعت لها فلوسها، مش قلت لك؟ سوري مش حاضر اطول معاكي، عندي ناس. اوكي alright باي. قمر قول انت، مش انت بتعرف كل حاجه؟ استغفر الله، احنا اسباب، أنا مجرد أداة. شكلك عندك مشاكل كتير. بالعكس، أنا ما عنديش غير مشكلة واحدة بس. اللي هي إيه؟ اتسرقت. من 20 سنة كان عندي فلوس كتير قوي. واحد صاحبي خاين خدهم وكتب بيهم. دلوقتي بقى راجل مهم ومشهور ومليونير ونصاب. وانا بقى جاي اخرب بيته. اهدى اهدى خالص واطمن، فلوسك هترجع لك لحد عندك. ده انت معاك شمردل، تقدر تجيب لي حاجه من قطره؟ دكتور شمردل موجود؟ ايوه اتفضل هناك. لا انا مستعجله قوي. يبقى هتدفعي دول. طب بتاخدوا بكده الكارت؟ شو طب ليه كده ليه كده؟ الله ادي قطره كده احلى. انت ليه قطعتها؟ انت حاجه غريبه ليه؟ مين؟ منصور الضب؟ كفاره يا راجل. خرجتي ليه؟ خرجتي امتى؟ انا الاول. ها؟ انا ما خدتكش وهتستفيد ايه لما تقتلني؟ ما انت هترجع السجن تاني. بس هبقى شفيت خليلي. طب بس اهدى 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 واسمعي، انا هحكي لك. اهدى اهدى. اقعد اقعد يا ابني. انا رحت لمراتك مليون مره وما لقيتهاش، كل ما اروح الاقيها ازحف. شوف انت مراتك بقى كانت بتروح فين؟ انا لو اعرف مكانها كنت رحت لها. عموما فلوسك موجوده وزياده شويه. نعم فلوسي موجوده وبزياده. انت بتتكلم في ايه؟ انت عاوز كام يا منصور؟ عايز كام؟ كل ده بتاعي، كل ده ملكي وبفلوسي. لا يا منصور، كل ده من هنا، من ذكائي بمجهودي وعلمي. نعم اخويا. عايز تسمي النصب ده علم؟ شمردل بيجيب لي الرجاله اللي انا عايزاها، ده جاب لي لغايه دلوقتي نص دستة. اوه مون ديو، بس مش عارفه بيموتوا على طول. المهم ان انا دكتور وعالم، عالم في علم معترف بيه في كل الدنيا، اسمه علم الفلك. نصاب برضه؟ انت هتصيع عليا يالا؟ ده انا اللي علمتك الصياعه. انت ماشي من 20 سنه لما جيت السجن وانت مستجد وخيخه، نصاب هايف وسط قتالين قتله. فاكر الوصل ده يا شباب؟ ده الوصل اللي انت ماضي عليه لو 2 شهور. ابلغ البوليس اقول لهم كل الفلوس بتاعتك دي منين؟ فاهم؟ دي فلوسي انا اللي سرقتها وتعبت فيها. ابلغ الصحافه وكل ليله بقى هطربقها لك في ثانيه. بقول لك ايه يا منصور؟ ما تهدى ونتفق. ايوه نتفق، عليك نور. ولغايه ما نتفق بقى انا غابت لك هنا. هاي. هاي أمينة، ازيك؟ ازيك يا عمر؟ الحمد لله. ازيك؟ ازيك انتي؟ ايه الأخبار؟ زي ما انت شايفة مشغول. كلمتك كتير الفترة اللي فاتت بس ما كنتش بترد عليا. ممكن تديني فرصة أتكلم معاك؟ انت لسه شايل مني بعد كل الفترة دي، ممكن تديني فرصة تانية؟ محشتكش أمينة. ما ينفعش خلاص. كريم ما تحسسنيش بالذنب أكتر من كده، أنا ندمت. ده مش كفاية. لا كفاية، كفاية لحد كده. لو سمحتي أنا عندي شغل. اوكي انا همشي، بس هستناك تسامحني. باي. ليه يا كريم؟ ما انت لسه بتحبها ورجعت لك ندمانه. يلا نشتغل. وبعدين بقى في الليله العوق اللي مش عايزه تعدي دي، ما قلت لك يا ابني نروح الجنينه؟ انت اللي معصلج. انا مش معصلج، انا خايف بس البوكس يجي بظهره كده وياخدنا زي ما احنا بمشاعرنا. يا ابني ما تخافش، الجنينه امان. متاكده يا ابني؟ عيب. ومالك متاكده قوي كده يعني؟ باين عليك دايسه الجنينه دي جامد يا بنت. انا امال انا يا اختي؟ ده اصحابي في المحل هم اللي بيقولوا، انا عمري ما رحتها. اصحابك في المحل على اساس اشاعه وكده يعني؟ ده انا رايحه على الوصف. يا سلام، طب ماشي يلا. وفي الجنايز تحت الشجر، تحت الشجر. جرى ايه يا ولد؟ مالك بتترعش كده ليه؟ من الرهبه يا اما، بس الجنينه دي ليها رهبه كده ودهشه. حضرتك السلام عليكم. الله، مش ابو علي؟ ابو علي ازيك يا بخ؟ انت عرفت المطرح؟ امال انت فكرك ايه؟ خليك زي ما انت وناوي تتحرك مع نفسك كده، ولاغيني فقلاطه في السمساك. يا بنت ده الواد حسن ملوينا بتاع السوبر ماركت. عارفاه، شفته قبل كده. بطل بقى تبحلق في الخل وخليك في حالك. بلبل صباح ودماغ، والنبي ما تتحرك زي ما انت كده، عيش عيش، والجنينه متلغمه بالمشاعر. يا ولا يلا، يا ولا يا ولا يلا. ايه ده كده بخه؟ تعالى يهديك ربنا كده، اقعد اقعد. ايه انت هتسلم على الجنينه كلها؟ الجنينه كلها معارفك اتلم في ليلتك السودة دي. خليك معايا يا ستي بقى، انا معاكي. هو انا سبتك وجريت؟ ايه ده؟ ايه البنطلون الكشوال ده؟ انا كويه قبل كده. ده الواد عاطف. ولا عاطف يا نهار اسود. خالي خد ياض، ما تخافش ياض، عيش انت بالذات، عيش وما تقوليش. يخرب بيتك، خليك معايا يا ستي، معاكي. دي الجنينه كلها متورطه، وشارعنا كله هنا وكله بيعيش. انت اتجننتي؟ اسيبك عند الكوافير ارجع ما الاقيكيش؟ لا وايه، راجعه تقولي لي خزعبلات؟ ده تخلف يا ستي. حصل خير، مش المهم. فهمتيهم ان انا كنت عند الدكتور؟ اضطريت اكذب. لا ما هو كده ما كدبتيش، ما هو فعلا دكتور. يا سلام، يعني هيخففك. امال ديتها بس اجيب قطره. قطره؟ وقطره ده نجيبه ازاي؟ مش مشكله القطر. ازاي بقى؟ ما هو لازم حاجه يكون فيها عرق. مش ضروري، ممكن صورته دي بقى سهله قوي، لان انا عندي صور كتير ليه في البوم بابي. البوم بابك يبقى فاضي ليه؟ اسم مامته. مش كلمه. لا يا بابا لا، هي فعلا مشكله بس انت هتحلها لي. امال انا مشغلاك ليه؟ مش عشان تحل لي مشاكلي؟ اتصرف، صاحب البواب، تعرف على الشغالين، الجيران، عسكري مرور. ايه ده؟ هو عسكري المرور عارف اسم امه؟ تقفل السلسل ده وده، مش عارف اشتغل. احنا عندي شغل تلفزيون وكاسب مع بعض. انا في حاجه دي يا ابني، بدل ما انت رابطني ومتلقح عليا، خد لك قرشين روح شوف حالك وسيبني في حالي. سيبك في حالك كده من اولها. وبعدين مين فينا اللي لابس التاني؟ ها؟ كل ده ملكي، كل ده بتاعي كل ده ملكي، كل ده بتاعي. السلام عليكم. يوه ما قلنا عليكم السلام. ان سيرفيس الاستاذ كريم شلشة ساكن هنا؟ حاصل. كويس قوي. امال فين عسكري المرور؟ مفيش عسكري مرور، لو عايز كريم بيه هو خرج. جو اوت. جو اوت، كويس قوي، عارف كل اخباري. اقول لك انا السكيورتي هناك، هتحب نقول له حاجه؟ لا 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 لا، يعني انا بقول بالنسبه للست والدته مدام فميهان. ايه ده؟ هي شريهان تبقى والدته؟ دي صغيره عليها قوي، اسمها فميهان. مساء الخير، انا مندوب شركه اي جي اي. اي جي ايه؟ احنا عاملين مسابقه في المعلومات العامه. معلومات عامه؟ معلومات عامه، يعني هسالك سؤال لو جاوبت صح. لا يا باشا، انا ما بسدش في المشاوير بتاعت الاستفسارات والاستجابات. سؤال واحد وسهل. عارف الجايزه كام؟ 20,000 جنيه. يا نهار ازرق حضرتك، يعني لو الواحد كسبهم دول يشيلهم فين؟ اه هي مشكله فعلا، بس ساعتها تتدبر. ها جاهز للسؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز. اسم امك ايه؟ حماتي اسمها بخه. بص بص الواد وجعوص ازاي. لا حقه، طب بخه بقى. الا قولي لي يا دين، انت ليه مطوعاني كده وعماله تساعديني انت واصحابك الصيع دول؟ مش غريبه دي؟ حب استطلاع، وبعدين انت مش بنت عمي ولازم اساعدك. كتير ليكي حق فعلا، كتير. هدخل اجيب موبايلي نسيته جوه. انت مين؟ ساسو. وده اسمك؟ اسمي سميه بس تقيل. ساسو ساسو ما علينا. جبت القطر؟ لا انا جايه عشان حاجه تانية خالص. ليه؟ هتكوني جايه تكشفي على اسنانك؟ ما اقدرش، دي زبونتي وجايه تطلب مساعدتي، وانا بعمل لله. يعني بوفق في الحلال. الحلال هو اللي انا قلته. دي بنت ساذجه مش عارفه مصلحتها، لو طوعناها على اللي في دماغها هتدمر حياتها. لو دي بنتك تقبل تجوزها واحد زي ده؟ على كل حال لو غيرت رايك واقنعتها تشيل الواد ده من دماغها ابقى كلمني. ادي تليفوناتي خليها معاك. وعلى فكره انا هدفع لك اكتر. مش عاجبني خلاص هغير لك اللي انت عايزه. انت قلت لي ان الزملكاء موجودين. سالم دويدار هيبعت مندوب عشان يستلم الشريط بتاع الاعلان الجديد. ما ادلوش حاجه وقولوا لي سالم مش هيشوف الشرايط ولا حتى في الحلم لو ما دفعش الفلوس اللي عليه كلها. اقول له كده بجد؟ كريم ما ينفعش كده، انت هتخسر سالم وده اهم عميل عندنا. ها يعني اقول له ايه يعني؟ انا فاهم شغلي كويس. اوكي اوكي حاضر حاضر. في واحد في سنك يفضل يشخبط الشخبطه دي يا ابني، دي مصاير ناس يا راجل. عايز تفهمني ان انت بشويه الشخبطه دي واحد زيك ممكن يتحكم في مصاير الناس؟ ده تبقى باظت. استغفر الله، انا مجرد اداه، انا مجرد اداه. حافظ انا البقين الفاشلين اللي انت بتقول لهم دول، ما انا قاعد معاهم بقالي كتير. قول يا دكتور. ما قلت لك خد القرشين واعمل مشروع واطلع من دماغي. انا فعلا عايز اطلع من دماغك، خلاص زهقت. مش انت واد بتعرف تسوي الهوايل وتجيب التايهه؟ ما تيجي نتراهن. فاكر رهاناتنا بتاع زمان ايام السجن؟ خلاص نتراهن. لو انا خسرت عوضي على الله، بس لو كسبت هيبقى كل ده بتاعي. ماشي؟ ايه؟ خايف من الرهان؟ وايه بقى الرهان يا عبقري؟ انا عبقري؟ ده انت العبقري. انت مش بتعرف تعمل اعمال؟ تعال. هو ده. ايه ده؟ هو ده الرهان. اعكس. مش انت بتعرف تعمل كل حاجه وعامل شاطر قوي؟ خلي دي مع ده وده مع دي، وريني شطارتك. ها يا استاذ سالم، عاوز ايه انت؟ عاوز ايه؟ شوفوا عايز ايه ده؟ محدش كلمني خالص. خير يا سالم بيه، مالك؟ اهدى، مزعل نفسك ليه؟ ايه الرساله الخايبه اللي انت اتكرمت وبعتها لي دي؟ احنا هنقضيها رسائل مع بعضينا ولا ايه؟ ونبطل شغل بقى. اهلا 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 سالم بيه. يعني انا لازم اجي بنفسي اخد الشرايط ولا ايه؟ مش فاهم انا. وبعدين ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ فلوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت مش عارف ان انا واخد ميعاد عرض في التلفزيون؟ المره اللي فاتت انا بعت لك الشرايط على مسؤوليتي، المره دي انا اسف جدا. معايا شركاء والفلوس دي بنتحاسب عليها. الله 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 الله، ده كلام جديد بسمعه بقى. انت بتتحداني كده؟ واتحداك ليه بس يا سالم بيه وانت من اهم عملائنا، لكن مش بايدي اخدمك المره دي كده. طيب احنا هنقضيها لعبه مع بعضينا بقى. ماشي، العب يا كريم يا شلش. كده يا كريم انت هتخسر حمله الاعلانات الجديده. ما انا مش هكسب منها بالطريقه دي. هو هيدفع يعني هيدفع، هو مضطر. مش شرط، ما انت عارف سالم ممكن ينزل باعلاناته القديمه وساعتها بقى هتبقى خسرت عميل مهم. مهم ازاي هو ناصب علينا؟ وانت خاس عليك ايه؟ ما انت بتقبض كل شهر. اشمعنى بقى مجرجراني معاكي المره دي؟ استاذ 10 ايام على العمل يبقى كنا فوق نشتغل. انا بقى هفرجك على ابن بخت وهو مذلول قدامي. تفتكري؟ اول لما تشوفي كده اقرصيني عشان اتاكد اني مش بحلم. النسا دينا وكابر، ده ايه النور ده؟ والله يا كابر ليكي وحشه جامده قوي قوي على حق. يعني دي الدنيا كانت مضلمه وملهاش لا ريحه ولا لون ولا طعم من غيرك، يعني حتى الهدوم بقت شبه بعضيها. الا كنت غطسانه فين بقالك كام يوم؟ مشغوليات، شويه شغل كده. والنبي اتوظفتي؟ تقريبا. الا فين يعني؟ اسرار يا سيد، ما انت عارف الشغل اسرار، وبعدين مش وقته دلوقتي. طب انا كنت عايزك في موضوع يعني على اساس في حساسيه كده بيننا وكده. هيقر اتكلم ما تقلقش من دينا. أنا هتسامحيني؟ خلاص يا سيد مسامحاك. ابعت. انا اقوله ما خافش. خلاص يا سيد، ننسى اللي فات وخلينا في اللي جاي. ها مش تزعلي على ده، بس مش كمان كنت سرحان يعني اتحرق مني وانا بكويه. ما تقلقيش. مزيك حلو قوي، هو ده الجنجل اللي انا عايزه. يعني ايه جنجل؟ الاعلان ده ممكن يبقى ساحر لو حطينا فيه كل البوينت اوف سيلز. بيري اكتبي عندك يجيبوا مع اللمبات الابولو 18. ابولو حلو، دخلنا على الفلك. عايزك بعد الاجتماع. ايه يا جماعه الدخان ده؟ نحط ارواح ولا ايه؟ هوا نفوق بقى يا جماعه، خلاص الاجتماع خلص، يا دوبك تلحقوا اخر قطر. يلا، مش شايفه ان انا مشغوله؟ صح. ايه بقى؟ ايه؟ مش قلت لي انك عايزني؟ عجبتيني قوي النهارده. ها؟ ابتديت تكتبي وتركزي، حسيت انك عايزه تتعلمي فعلا. خليكي بقى كده مركزه على طول. بس؟ عايزني في كده بس؟ ايوه. هايل بجد، هايل. سيسو سيسو سيسو، مستر كريم فاضي ولا معاه تليفون؟ ودي مين دي بقى ان شاء الله؟ دي مهينار. مين؟ مهينار، ما هو باين. مين يعني؟ الجيرل فريند بتاعت كريم؟ لا، دي السكرتيره الجديده اللي هتشتغل بعد ساسو. ساسو بس باينها لها هايله والله. بصي يا نار، انت هتخلعي من هنا. نعم. هما اتفقوا معاكي على كام؟ على 1000 ليه؟ لا، انا هديكي 2000. حمدي معاكي عقد ب2 وشهرين تأمين، اوكي؟ اتفضلي، امضي هنا. اعتذرت يعني ايه؟ مش كانت اتفقت خلاص؟ هو لعب عيال؟ انا برضو مستغربة، مع اننا كنا لطاف جدا معاها. كنتوا مين؟ انا وساسو. ساسو ومستغربه قوي انها مشيت. طب ده اقل واجب عليهم. مش مشكله، نزلي اعلان في الجورنال اطلبي فيه سكرتيره، واكتبي شرط اساسي في الاعلان يقول ان السكرتيره اشتغلت قبل كده في مستشفى المجانين وبتعرف تتعامل معاهم كويس. طبعا ده شرط اساسي حضرتك. وتجيب معاها شهاده خبره كمان. اوكي سول، باي. سس 48000 جنيه هتدفع بالدولار 9000، هتدفع بالاسترليني 8000، هتدفع ولا الأستاذ يضمنك؟ الأستاذ محتاج اللي يضمنه. المهم 48000 بتوع إيه؟ حق السكرتيرة اللي طفشتها النهارده. صاروخ، كلفتني 48000 جنيه. وما بعتهاليش ليه؟ لا وإيه؟ هينزل إعلان في الجورنال يطلب فيه سكرتيرة تاني. إيه بقى؟ إيه؟ هفضل أنا كل شوية طفل السكرتيرة بالمنظر ده؟ لا، شوف لك حل أنت والعفاريت بتوعك، ولا ما عندكش عفاريت والسوق نايم اليومين دول؟ الإعلان ده نازل إمتى؟ ايه؟ هتخلي عفرتك ما ينشرهوش؟ لا، هسيبه يتنشر، بس هعمل لك عليه شغل جامد قوي. هنزل بتوقتي. يا راجل شكلك هتطلع بق في الاخر. اهو الاعلان، اهو. بيجي نفسي افهم انت في دماغك ايه بالظبط. سيبني اشتغل بقى عشان احبك. الو، مدموزيل دينا، كنت طلبت مني خدمه. انا اشتغل؟ طب وليه لا؟ انت مجنونه يا بنتي، ده انت لو اشتغلتي حياتك هتتغير خالص. بلاش طريقه وحيد ابوكي. وبعدين مين المعتوه ده اللي يرضى يشغلني عنده؟ مين المعتوه؟ ردي بسرعه. الو مين؟ انا مخرج لاعلانات كريم شلش. شبش؟ والله ما انا عارف اذا كان شلش ولا شبش. انا مخرج الاعلانات الفظيع جدا، طبعا عارفاني. عامل اعلانات؟ عامل اعلانات. طب كملي. وعايزني في ايه انا بقى؟ اعلان زيت ولا سمنه بلدي؟ انا بقول خلينا في السمنه البلدي تبقى احلى. نعم؟ اشتغل سكرتيره عندك؟ الله، طب اشمعنى اخترتني انا دون عن البنات الروشه اللي في البلد؟ ايه سمعت عن ذكائي؟ هو للدرجه دي ذكائي مسمع؟ لا اله الا الله، قادر على كل شيء. ايوه معاك. بصي يا ستي، انت هتيجي بكره تقدمي على الوظيفه. مجموع زفتي انا عارفه الشركه. هتطلبي تقابليني، ولو حد منعك اعملي اللي وادخلي عليا مكتبي. فاهمه ازاي؟ وتبصي في عينيا كويس وانت بتكلميني. اصل انا بحب سكرتيرتي تركز في عينيا عشان تتعلم تفهمني من بصتي. واوعي تقولي لمخلوق اني كلمتك، ولا حتى ليا انا. مفهوم؟ معاكي بقى ورقه وقلم عشان تليفوناتي 370. لا قولهم لي مفرط نمره. اه 370. اه ماشي. لا مش حد، ودي حاجه تتنسي؟ دي معجزه يا راجل. سلام. ده انت اهطل بقى، ده بنت عبيطه ما تعرفش الالف من ايد المقاش، وده واد مطقطع بتاع اعلانات، ده منزل اعلانه بالانجليزي. باين انك ما تعرفش انجليزي. شمردل، باين انك هتطلع اهطل اخر الفيلم. انا من زهر للدرجه دي انا واصله؟ بكتب كدبه بيضه على واد سيد واقول له اني بشتغل، تقوم تحقق كده على طول؟ لا الموضوع ده ما ينسكتش عليه، ده انا فيا حاجه لله بقى. هو ما فضلتش غير واحده بس، يعني شكلها ما ينفعش خالص. ده انا حتى جالي تليفون من واحد ما اعرفوش، قال لي انها مش مكمله تعليمها ولا معاها كمبيوتر ولا لغات، تصور انها كمان. وما مشيتهاش ليه؟ مش عايزه تمشي، عامله قلق جامد جدا ومصره تقابلك. قال يعني البت فظيعه، وبعدين انا مش قادره عليها، ده انا قربت اولد من كتر زنها. اوف، دي مجنونه رسمي. انت كريم شلش؟ لا مش انا خالص. ايه هتفضل مديني ظهرك كده؟ ما ينفعش. بصلي، حط عينك في عيني، شوف انا مذاكره ازاي. هو يعني من شويه بس صغيره جت واحده اشتغلت خدت الوظيفه، يعني انا اسف جدا معلش. يا سلام عليا الكلام ده يا سي كريم. على فكره المقابله انتهت من ساعه لما دخلتي، يا ريت بقى ما تعطلينيش. مش ماشي. ايه رايك بقى بطل الحركات دي؟ حركات؟ انت غريبه قوي، جايه تهرجي هنا ولا ايه؟ الله، ده الموضوع كبر. شكلك كده اتضايقت ولا ايه؟ شكلك مش فاكر. انا كابر. كابر؟ اسم غريب قوي، اول مره اسمعه. عاجبك؟ قوي. يعني مش زعلان كمني ما بعرفش انجليزي؟ مش عارف. ولا معايا شهادات؟ مش عارف. هستلم الشغل امتى؟ مش عارف. نفسي افهم انت بتضحك قوي كده على ايه؟ على التليفون الخايب اللي انت عملته. انت مش برضه كلمت سكرتيرة سي كريم عشان تزنبق البنت كابر؟ يا ابني انا سر بات يا عم. يبقى السبيل انت بتلعب عشان تكسب الرهان، انا بقى بلعب عشان ابوظه لك. بتهيألي من حقي، انا كمان عايز اكسب. وبعدين انت مش لوحدك. انت معاك شمهورش. الله الله الله، انت عارفه؟ اه كده بقى نلعب على المكشوف، بس خلي بالك لو فتشت السر هعرف وساعتها لا هيبقى في مكسب ولا خساره. عيب، ده انا اللي معلمك اصول وشاره في الرهان. اتفقنا اتفقنا. تعرف قميص ده بكام يا قضي؟ هيكون بكام يعني يا باشا؟ ده كبير وتلاتيناية في رغيف من الوكاله. ده 600 جنيه يا حيوان. يا عم 600 جنيه ايه؟ بيتكلم لغات ولا بيروح مكانك الشغل ولا بيسخط في مراتك وانت مش في البيت ولا ايه؟ ده هيروح في داهيه يا باشا. مسيره هردها له، بس انا اللي احترمت شيخ اخته يعني. يا حبيبي يا بخه ده راجل مفتري قوي، ده شرحك يا ولد. كان ممكن اعمل له عاهه مستديره، بس انا ما رضيتش يعني احرجه قدام مراته وكده على اساس ان هو بيه، وانا ممكن ابقى بيه انا كمان. بأمارة ايه بقى؟ ان شاء الله تبقى بيه. لا لا لا، دي وسعت منك. ليه؟ ما ممكن افرقع في السوق واضرب مره واحده. ليه ان شاء الله؟ هتاخد بطولة العالم في الكاوي. لا يا خفيفة، أنا ممكن أعمل شريط أفرد بيه السوق وأكويه وأبخ مصر كلها بوسترات. إيه؟ تبخ؟ تصدقي وتأمني بالله المنتجين اليومين دول بيحفوا ورا المكوجية. يا خرابي يا خرابي على الجمال. الواد قمر غزال. الإعلانات بتحدف عيال حلوة كده. ده واد جاي من حتة تانية، ده غير العيال الهفق اللي بشوفهم دول خالص. لا وايه، اول ما بصيت في عينه حسيت بالايه، مش عارفه هي حاجه كده شبه الاشعرينه. بس حصلت ليه؟ ده باين لي حبيته. حبيتيه؟ يا ريت. انا ما قلتش كده. انا قلت كده؟ لا ما قلتش. لا قلت. الله. طب وسيد بخ؟ بلا سيد بخه بلا سيد قشطه. التاني قشطه قشطه بجد. وايه؟ هراني تسبيل هراني. انا من ذهله. ايه اللي بيحصل ده؟ باشا امرني حضرتك. بص يا سيد، انا ريجيسير ومرشحك تصور بطوله اعلان. والنعمه يا باشا امثل. الشركه اللي انا بشتغل فيها هتصور اعلان عن مكوى جديده. اشكي منك يعني ستايم وكده. حضرتك احنا بندور على وجه جديد يمثل الدور ده، عشان كده فكرنا ان احنا نجيب مكواجي بحق وحقيقي يمثل الدور عشان ما يتعبناش. لا مؤاخذه. اتابيك. ولو اني شاكك انهم ممكن يقبلوك عشان حكايه المطبات اللي في وشك دي. لا يا باشا، ده شويه تعوير كده من مخاطر المهنه لا مؤاخذه، بس يعني هتروح. خلاص عايز كده بقى تروح بكره تقدم على الدور. صباح وفن يعني. ممكن تعملوا لي بوسترات كده في الشارع وشريط وقفشات وكده؟ نعمل لك اللي انت عاوزه، بس ايه لو عجبتنا. يا رب يا رب. انا عاوزك تهدى بقى وترسى معايا وتسيبك من التوتر اللي انت فيه ده. انت هتروح بكره الشركه وتسال على مكتب الانسه سميه سعد حامد. انا كتبت لك اسمها في الورقه دي مع العنوان بتاع الشركه. باشا والنعمه باشا. الانسه سميه هي اللي هتسهلك الشغلانه، بس خلي بالك اتكلم معاها بمنتهى الادب والاحترام، يعني تحسن ملفظك وانت بتتكلم معاها. وما تنساش دي بنت صاحب الشركه، يعني ابوها ملياردير. يعني حد جامد يا باشا؟ قوي. لا مؤاخذة يا باشا، يعني الملياردير ده يعني بيقفش له كام كده في الشهر؟ ما هي 7 جنيه و40 قرش. ايوه يا دكتور شمردل. ازاي؟ زفت. ليه بس؟ اختار سكرتيرة تانية خلاص. طب وايه يعني؟ يعني ايه وايه يعني؟ مش يمكن تطلع صاروخ زي اللي قبلها؟ ما تخافيش ما تخافيش، دي السكرتيرة دي هدية مني ليكي. أنا مش قلت لك هعمل لك شغل جامد؟ هتعمل لي شغل جامد؟ خير إن شاء الله. لا مش وقتي، لما أجي لك هقول لك. شكلك كده حسابك تقل معايا. هاي. مش وقتك خالص يا ساسو، عندي كارثة. أوف هتكتم أهو. طب يوه خارجة انتي؟ لا انتوا تعرفوا بعض؟ لا. لا انتي جايه ايه؟ تعملي ايه؟ انتي سكرتيره؟ يس 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 يس. متأخرة نص ساعة معلش. طيب كابر، الحقيقه كده وحصل حاجه امبارح بعد ما انت مشيتي. كان في سكرتيره وكانت بتشتغل هنا ومشيت ورجعت امبارح تاني يعني. فهمت. ما انا برضو استغربت. انا عارفه اني ما ينفعش. على العموم متشكره. انا ماشيه. رايحه فين؟ انا ماشيه. مش حضرتك قلت اني ما ينفعش؟ ما ينفعش تمشي. انت لازم تستني هنا. انت كده بتلعب بطريقتي. عملتها مره وفوتها لك. سقت فيها. لا عندك بقى تلعب مع فريتك. ماشي يا حبيبي، ما هي من ضمن عدة النصب بتاعتك. لكن تليفونات ومقابلات وخطط لا، دي بقى لا فيها ساحه ولا عبقريه. اللعبه على الكيف. يخرب بيتي، هو في ايه حضرتك؟ في ايه؟ الدبغلونه دي ولا ايه؟ اتخضيت من شكلك. انا كنت فاكر ان في حد جاي ورايا بسنجه يعني ولا حاجه. سوري معلش. ايه ده؟ انت متعور؟ لا دي حادثه حضرتك. معلش. انت مين؟ ها؟ مش عارف. هو انت اللي مين؟ مش عارفه. وانت؟ والله ما فاكر، نسيت. يجرحوك برمشهم، لو يشغلوك ويسهروك اوعى تصدق سحرهم. لو يسحروك مرة العيون او يجرحوك برمشهم، لو يشغلوك ويسهروك اوعى تصدق سحرهم. سحر العيون سحر العيون سحر العيون سحر العيون. مش كل دمعة تصدقها، مش كل نظرة تعشقها، عيون كتير ممكن تكتب بتدخل قلوبنا وتسرقها. سحر العيون سحر العيون سحر العيون سحر العيون. ما تصدقش عيون كدابة، صدق بس عيون صادقين. يا معيون مليانة طيابة، يا معيون مليانة حالة. لو يسحروك مرة العيون أو يجرحوك برمشهم، لو يشغلوك ويسهروك اوعى تصدق سحروهم. يلا يا حبيبي لم خرجاتك وكراكيبك وارحل عشان ننضف الفيلا. انا خلاص كسبت الرهان. بأمارة ايه؟ بأمارة اللي انت شايفه ده. شايف ايه؟ البنت ساسو لقت اراجوز بتلعب بيه وكابر مبهوره بالواد اللي اسمه كريم، لكن المفروض نهايه الحب ايه؟ الجواز. اهم لسه ما اتجوزوش. اه ده احنا مش هنخلص بقى، لان بعد ما يتجوزوا هتقول لي لا لازم يخلفوا. لا 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 مش لازم يخلفوا، ممكن يتبنوا. انا هشتغل بواحد من الاثنين دول على فكره. انا شايف ان الاولاني اعلى بكتير فعلا، ده تيب حلو قوي. اه عنده قبول، بس ده سكه والتاني سكه تانية خالص. طب بس فعلا ممكن ساسو سيبينا نشتغل. لا سيبني انت بقى اقول رايي، ما انا لو ما قلتش هيجي لي شر الرعاش، ما انت عارف. اتفضلي قولي. زمان كان في نجوم محبوبين جدا زي عبد الحليم حافظ، رشدي اباظه، عمر الشريف. ليه؟ ليه؟ لانهم كانوا شبه الناس في الوقت ده. الناس وقتها كانوا مستحمين، شعرهم بيلمع، حاطين بارفان، هدومهم نظيفه، لان ما كانش عليهم ضغوط كتير. لكن دلوقتي الناس تعبانه قوي، الناس مضغوطه وعندهم مشاكل كتير. طبعا انتوا مستغربين اني بتكلم عن الناس دول. ايوه بس ده مش موضوعنا، احنا بنختار بطل للي عليه. الناس دلوقتي عايزه البطل بتاعهم يبقى زيهم، شبههم، وش مرسوم عليه الشقه زيهم. ويا سلام بقى لو واخد المطوطين في وشه، طب والله هياخد مع الناس جامد وهيحبوه اكتر. وسيد مش اسمه سيد برضو؟ anyway الواد ده شكله قريب جدا من الناس لانه منهم. صح؟ صح جدا. ايه ده؟ يعني اقتنعت برايي؟ اه تخيلي. يس. يا مساعد لو تصر اللي لاقي هيطلع. انقذت حياتي. مش اقصد. اه يا لهوي يخرب عقلك. لا كنت هفطس. لو كنت مت كان شكلك هيبقى بيع قوي. انت عارف يلا في حد يموت قبل ما يمس الاول اعلان. يلا انتهي مش مشكله. مبروك يا سيسو. شيرت يا جماعه. اوه اوه نو اوه نو وحشتيني وحشتيني بفظاعه، بشنيعه، ببشاعه، بهباله. اوه نو ببص يا ربي. ده يطلع مين بقى؟ عم رهيب ولا رهيب انت كمان؟ شوف انت بقى. وانا هيبقى نهار اسود النهارده. ايه ده؟ ايه؟ انتوا ميكي اتطلقتوا؟ بابوس. انه والباشمهندس ده اللي متجوز ميكي هيخلفوا ايه بقى؟ بطوط؟ لا بس دول زودوها قوي. الجديده بقى قابلتها في الكاريبيان، حبينا بعض في ثلث ساعه، اتجوزتها بعدها بساعه الا ربع، بعدها بربع ساعه طلقتها. واو ذاتس فيري رومانتك. بابوس. انه عيب عيب يا ساسو، يا ساسو عيب. مش كده؟ ابقى في احلامها بقى ما تيجي اللي بتعمله ده خطأ كده، انت لازم تقف عند حدها. يلا مستني ايه؟ طيب باي. يلا اي كول يو. اوكي باي. البنت دي هتتعور النهارده. طيب والا هاي مين ده يا ساسو؟ بوبوس. ايه بوبوس ده يعني؟ يعني بوبوس. ايوه يعني مين؟ ايه ده؟ He's a very good friend of mine. اه اذا كان كده معلش. شعير كان حلو كده حلو قوي. هاي كريم. هاي. How are you? Fine. How is life? تمام. على فكرة I saw your last commercial كان حلو قوي. Did you like? مع عمرو هنا. Yeah it was great. Thank you. Anyway أنا هات. Okay. عمرو هناك أهو. خليني أشوفك. باي. أوكي باي. ما توقعتش أقابل حد. قول لي بقى هو إيه اللي عمرو هيفهمه غلط؟ أنا مش قصدي. أنا قصدي إن نظرة الناس للسكرتيرة والمدير نظرة غالبا بتفهم غلط، وانت مش كده، انت مش عايز حد يفهم غلط. نظرة الناس للسكرتيرة دي جديدة عليا. ومن مين من دول واحده هاي كريم والتانيه دول اللي ممكن يتكلموا عن الناس. وانت بقى بتفكر زيهم؟ انا كنت بفكر زيهم دلوقتي وانا معاكي ما بفكرش. يعني ايه بالظبط؟ يعني وانا معاكي بحبك خلاص. انت السبب، كبرتي في دماغها حكايه الشغل دي ومن ساعتها وهي طايحه. اهي الساعه داخله على واحده اهي والهانم لسه ما جاتش. هو فيها ايه يعني؟ ما انا ساعات بتاخر اكتر من كده وما بتحصلش مشكله. مساء الخير يا عمو. مساء النور. انا اسفه على التاخير، بيأخرونا في الشغل ساعات. معقول يا كابر في الشغل لغايه دلوقتي وصحتك بقت دايما في النازل؟ كان الشغل هيعمل فيكي كده بلاش منه. عندك حق، صح، بلاش منه. كابر انا مش هشتغل سكرتيره تاني. كابر ايه اللي انت كاتباه ده؟ انا حر مش عايزه اكمل. انت غريبه قوي. اكيد واحده زيي تلاقي واحد زيك يحبها بتقول له مش عايزه، لازم تبقى غريبه. انت مش واخد بالك ولا ايه يا كريم؟ احنا مش شبه بعض فعلا، مش لاقيين على بعض. مش ضروري، مع الوقت والعشره وحاجات تانيه هتلاقينا قربنا من بعض. طب والناس؟ هنتعب شويه لغايه لما يفهموا. على ايه التعب؟ تفتكر الحكايه مش مستاهله تعب؟ لا مستاهله، مستاهله اكتر من التعب. قصه الحب على فكره مش كلها خيال، في منها حقيقي. انت غاوي تعب بقى، خد بالك هتتعب جامد. كنت خايفه عليك. متخافيش، قدها وقدود. تعالوا الحقيقة يا جماعة، كريم عامل كارثة. لو ماشي طريقك صحراوي مش لاقي في السكة قهاوي، يبقى الحل ايه؟ لو كنت رفيع ومعصعص عود قصب اتبهدل مصمص، يبقى الحل ايه؟ لو ماشي طريقك صحراوي مش لاقي في السكه قهاوي، يبقى الحل ايه؟ لو كنت رفيع ومعصعص عود قصب اتبهدل واتمصمص، يبقى الحل ايه؟ اشرب جردل منه كفايه بس يكون عالريق، شهر وشوف نفسك في مرايه الاشوال دقيق. يبقى الحل ايه؟ شايف فوق السرير في عصابه وشله صراصير، يبقى الحل ايه؟ لو جوزك قرفان من البيت وجمال بيهرب على الغيط، يبقى الحل ايه؟ لو جوزك قرفان من البيت وجمال بيهرب على الغيط، يبقى الحل ايه؟ حط 2 كيلو على خدودك وسيبيه على الله، جوزك هيحبك ويعوزك وتعيشوا الحياة. قوي. ليه هتبلق فجأة عرقان كده ليه؟ دي دموع الفرحة. يا دي الفرحه في القلب مش في القفا. وانت مخك يخرب بيت ليلتك، اوعى تكون هو انت اللي ايوه يا اختي انا اللي كنت بلاعلع في الاعلان. مش فاكره لما كنا في الجنينه وقلت لك انا هبقى بيه وقعدت تتنوري عليا؟ كنت بستظرف بتريق مستضعفاك واهو اديني فرقعت وبقيت نجم مبنوك واتشهرت اكتر من فريد شوقي في تعالوا لي مجرمه. صباح الخير. تحت امرك يا فندم. حضرتك رايحه فين؟ الله امال كريم فين؟ مستر كريم عنده تصوير. صح ده قال لي وانا نسيت. هو بيصور فين؟ معرفش. هو انت مش سكرتيرته؟ ازاي ما تعرفيش بيصور فين؟ ظروف. اصل ظروفي صعبه قوي اليومين دول. اه يا حرام تصوري باين عليكي. مش مهم هكلمه على الموبايل واعرف هو فين. ده لو لقيتي الموبايل مفتوح. نقول له مين لما يرجع؟ باين عليكي جديده قوي. قولي له مدام في ميهان. هتعرفي تقوليها ولا صعب عليكي؟ اقولك على فكره قوليها 10 مرات بينك وبين نفسك يمكن تحفظيها، ولا اكتبيها مرتين، مره نسخ ومره رقعه، ولا ما خدتوهاش في المدرسه. باي. في ميهان في ميهان في ميهان في ميهان في ميهان في ميهان في وايه يعني؟ حصل لنا الرعب يا اختي. ستوب ستوب. مش كده خالص، عايزه نعمه سموث. انزلي بالمزيكا. جاهزين؟ ثواني اظبط حاجه. كلت هنا. ايه؟ كلت قفل. ما قلتيش انك جايه يعني. مفاجأة وحشة مش كده؟ معلش قطعت عليك الجو الرومانسي. جو رومانسي ايه؟ ايه العبط ده؟ اه صح هو مبين عليا عبيطة. بأمارة في ميهان. في ميهان؟ اه عدت عليك وما لقيتكش. روح اجري بقى صالحها لحسن تزعل. في ميهان؟ دي مش غيرة. ده مرض. في مهان تبقى امي. امه. انا لله وانا اليه راجعون. دي مقفله في وشك خالص، مش عاوزه تفتح. انت كمان قدامك طريق طويل، اوله نتوق واخره هتاخد حته خازوق. ياد انا شمردل فوق. نفسي اعرف ايه اللي عاجبك فيه دوت. ده انت ما تعرفيش حاجه عنه خالص. شفتي بيته؟ لا. شفتي اهله؟ برضه لا. مش عارفه، حاسه كده اني بحب شكوكو. ببقى مبسوطه جدا وانا معاه. يعني اعتقد كده انه بيمثل على روحه. بتهيألي انه بيتمرن على الادوار. انهي ادوار؟ اللي لسه هيمثلها. الذم ده اسمه كلام؟ طبعا هو اللي قالك كده وانت صدقتيه. ما هي باينه زي الشمس اهي. هو في حد اساسا بيعمل كده؟ وليه يا مهزه اللي تحبني لما انت سرقت الوزه من قولي تحبني وانا بالصلاه على النبي وانا بدور واحد اهبل رسمي. بص هتلاقيهاش في دول لما تيجي تتكلم. سيد 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 قبل ما تقرر تبقى ممثل كنت بتشتغل ايه؟ كنت بس يعني هادي ما كانتش جت فمن ساعتها بقى ولا ما بقتش. يا سيد ستوب بليز، كفايه تمثيل بقى، ارجع لشخصيتك. قولي كنت بتشتغل ايه؟ كنت باكل. باكل الاسعار حضرتك. ازاي؟ يعني بستفها كده واطبقها وافردها واظبطها واحطها قدامي على البنك. هي ايه دي؟ الاسعار؟ طب تعالى. انت كنت بتشتغل في البورصه؟ يعني دارس اقتصاد؟ واو يا سيد احنا تلت زي بعض. شفت ايكونومست. يلا يلا يا بابا مش هنلعب بعيد. احكي لي بقى سافرت فين؟ سافرت فين؟ سافرت فين ايه؟ يعني انا مثلا سافرت بلاد غريبه شويه، رحت الصومال، افغانستان، البوسنه، بس يا حرام الناس هناك مبهدلين قوي. رحت ستيتس ويوروب، بس يعني اكتر بلد حبيتها حقيقي حقيقي القناة الخيريه. خير والله فيك الخير. احكي لي انت بقى. لا انا لفيت كتير، يعني عندك المغربلين وشوكولان وبيجام والدرب الاحمر. انا عشت بره كتير قوي. بره فين؟ عند اصحابي. على فكره يا كريم انت كده شغلك هيبقى في النازل خالص. ليه بتقولي كده؟ ازاي تبقى مشغل عندك واحده بالوقاحه دي وعاوز شغلك يبقى في الطالع؟ دي سكرتيرتك يا حبيبي، يعني هي اللي بتقابل العملاء وهي اللي بترد على الزباين وهي اللي بتكلم التليفونات، وهي ما عندهاش اي فكره عن اي بي سي الذوق. دي ما تنفعش سكرتيره خالص، ولا انت مش واخد بالك؟ لا لا هي مش كده خالص، ده بس كان سوء تفاهم، ما كانتش فاهمه صح، يعني ما كانتش عارفاكي. حتى لو ما تعرفنيش ازاي تقابلني بالطريقه دي؟ دي بنت فاشله. والله مش فاشله. الله، انت بتدافع عنها كده ليه زي ما تكون من بقيه عيلتك؟ Don't tell me. انت مصاحب سكرتيرتك؟ دي مش صحوبيه، دي حكايه تانية خالص. Oh no. مش لدرجه oh no، الحكايه مش للدرجه دي. شوفي يا منى، كابر دي حد مهم قوي بالنسبه لي، وانت اهم حد بالنسبه لي. يعني يهمني قوي ان مفيش حد فيكم يكره التاني، وده حصل من اول مقابله والحمد لله. نقلب الصفحه بقى، ويا ريت تدوا لبعض فرصه تانية علشان خاطر ممكن. طلعت امه، انا فلست عليها غلاسه مش عارفه اعمل ايه. احسن عشان تبطلي غيره. كابر تخيلي ان في واحده بتشتغل مع كريم فظيعه، ومش بس كده دي هتموت عليه وبترسم وكده. يعني هتعملي ايه بقى ساعتها؟ هضربها علقه موت. ما انت لو ضربتيها هتبقي انت الخسران. بصي عشان تهدي ابقى عايزي من 1 ل10 وبعدين اضربها. /3 / 4 / 10. وليه فرايك دلوقتي على الاعلان اللي بتحلمي بيه ده؟ الاعلان اللي انتوا عملتوه لسالم دويدار واتخانقتوا بعدها، صح؟ بالظبط كده. يعني لو اتفرجت وعجبني هتنفذهولي زي ما هو واحسن. وسالم هتعمل ايه معاه؟ يخبط راسه في الحيط، ده شغلي. ابي اللي يستاهل. اتفرج. 17,000 1 و2. عمر لو سمحت شريف. عمر / 55 مليون. لا ده مش هستنى لغايه لما يخلفوا بقى. الاعلان يجنن. هايل. عندك ميعاد امتى؟ اول امبارح. يا دوبك تلحقه. وانا هشوفك بكره ان شاء الله ونقعد نتكلم. ان شاء الله ان شاء الله. خلاص مش مهم. ما نتكلم دلوقتي. لا ما انا كمان متاخره، ده الشغل هايل يا كريم وانا مبسوطه بالشغل معاك قوي. طب الحمد لله. الساعه 4 كويس؟ كويس قوي كويس قوي. باي. مع السلامه. ايه اخر التصرفات دي؟ مش قادره اتعالج. والله ما بيبقى قصدي ازعلك خالص، بس بلاقي نفسي كده فجأة مش قادرة وببوظ الدنيا بعدها. ايه؟ هتخصمني تاني؟ ايوه لكن من بعد بكرة، لأنك للأسف بكرة معزومة عندي على عشاء انتي وعمر في ميهان. أمي ماما في ميهان. أنا كنت معاها غلسة جدا بس هي لطيفة قوي قوي والله. نشرب حاجه يا جماعه؟ يا ريت. انت اللي بتجيب الحاجه بنفسك؟ امال فين عم شحات؟ نزل البلد طلع اجازه. الله، هو مش كان في البلد الشهر اللي فات؟ الراجل ده غريب قوي. في سؤال دايما بيلح عليا، ليه الناس دي بتحب تسافر البلد كتير كده؟ وتلاقي الواحد فيهم يقعد يقول لك انا رايح البلد، انا جاي من البلد، وهو فخور ومتقنعر قوي كده، ويبقوا مبسوطين وفرحانين بايه؟ بالتراب والناموس اللي بيروحوا يقعدوا فيه. ايه اللي بيعجبهم هناك؟ ريحتها. ريحتها، على فكره انا ما بهزرش، بيعجبهم فيها ريحه الخبيز والحطب وأولح الذره، بلدهم اللي هم جايين منها. ده مش كفايه؟ احتمال برضو. لا مش احتمال، انا متاكده، لاني جايه من هناك من البلد، وبتوحشني برضو الارض والناس، رغم اني بقيت من هنا نوعا ما. يعني شكلي ما فيهوش حاجه غريبه، لبسي مش وحش، تصرفاتي مش بشعه، يعني ساعات بعك بس مش قوي، وبقيت مش بطاله في الانجليزي، وبحل مسابقه المليون وبوصل لغايه 32,000 ريال. بس انا بقى هفضل ورا جورج ده لغايه لما اجيب قطر، اجيب المليون، ما ينقصش ولا مليم. ايه رايك فيا؟ ممكن اكسب؟ طبعا ممكن تكسبي المليون. سبقي بقى، ده انا هيبقى معايا مليون، ونبتدي نتكلم مع بعض من غير ما يبقى في جوانا حاجه. ينفع؟ هفكر اعمل لك بقى طبق فاكهه بايدي عشان نحتفل بالهدنه. شخصيتها لطيفة قوي قوي قوي. شفتي؟ بس ما تنفعلكش. بحبه بقى، موت بغيظك. هفتن عليكي، ما انت عارفة ان انا خباص. ولا يهمني، انا هفتن عليا. الله، ده انت فاقدة بقى ومش همك. ما انا لازم اعترف له قبل ما واحد سافل يقول له، فيقلب عليا، وساعتها الحقيقة تقلب معايا فيلم هندي، وانا الصراحة ما بحبش الافلام الهندي. لكن بقى لو قلت له الحقيقة تقلب معايا فيلم امريكاني، وانا بموت في الامريكاني. مش فاهم. هحاول افهمك. يعني لو بطلت فيلم هندي حصل لها نفس موقفي، هتعمل ايه؟ هتركب الفيل وترقص مع اميتاب باتشان، وبعدين اهلها يعرفوا فيسحلوها هي والواد اللي بتحبه، وبعدين يجوزوها لواد الرزل ما بتحبوش فتنتحر. طب لو فيلم عربي بقى، البطله كانت هتعمل ايه؟ لو فيلم عربي بقى، البطله كانت هتعمل كده. لا ايه ده؟ ايه فكست؟ طب نخش على الفيلم الامريكاني بقى. بطلة الفيلم الامريكاني بنت بقى مخلصه زي تقع في حب البطل، يطلع فقير يطلع صايع ما تفرقش، هي بقى بنت شخصيتها قويه ثابته، بتضحي بكل حاجه عشان اللي بتحبه. اهلها بقى ديناصورات غيلان، نو بروبلم. يعني هتواجهي باباك بجد؟ اشمعنى؟ عشان اخد لك منه ميعاد. ما بابي فوق، بس فاضل له تلت ساعه ويخرج. طب الحق فيش في الوقت ده وواجهه وخلص معاه، يخلص عليه. ده ولد كويس قوي قوي، اتجوزيه بقى. يا بابا انا بتكلم جد، بليز بلاش طريقه، انا عايزك تفهمني وتقربي. مش ده مستقبلي؟ مستقبلك يا بنتي، مستقبلك تبنيه الاول باعتمادك على نفسك، بعد كده تشاركيه مع راجل كون نفسه. مش ده؟ فكري كويس وادي لنفسك فرصه. اهدي بقى فرصتي وجات لحد عندي. انا طول عمري نفسي اكافح واتسحل ويتمسح بيا الارض. ارجوك يا بابي ما تحرمنيش من السعاده والمرمطه. بصي تعالي، انا بنصحك لاني بحبك، ماليش غيرك، وانت في الاخر حره. عارفه ليه؟ لانك كبرت سنا، وده مسافر. ما انت وماما على طول مسافرين. المشكله لما دماغي تسافر من حقها. مش مهم. بقول لك ايه، ما تديني مليون استرليني ابتدي بيهم رحله كفاحي. المثلث معايا؟ مين عايزه؟ أنا الدكتور شمردل، العالم الفلكي والروحاني الشهير. أيوة أنا بتاع الأعمال وحلال المشاكل. الحقيقة كنت عاوز أكلم الأنسة كابر لأنها كانت طلبت مني أتدخل في مشكلة كده. ولا أقول لك أنا هبقى أطلبها بعدين، باي. سحر وأعمال وكابر، يبقى كده صح. ايه مالك؟ شفت عفريت ولا ايه؟ انا اسفه بس مش متعوده على حد يجي قبلي. في حاجه؟ غريب اني اجي بدري. جاي اخد شرايط لكريم. شغل؟ باي. على فكره بيبقى بخري عشان العفاريت والحاجات دي، انت فاهمه؟ بخري. باي. الو. الو، مين معايا؟ لا انا واحد ما تعرفيهوش. هقفل السكه. استني اشتري ما تبيعيش. انا بس عايز اقول لك ان سيد ده لا ممثل ولا حاجه، سيد ده مجرد مكواجي. روح حضرتك شوفي محله في شارع نبيل صبحي. وعلى فكره لو عرفت اسمه سيد ايه هتموت على روحك من الضحك. اسمه سيد بخه. بخه؟ ابو عز سالم. ايه سيد يا بخر؟ نهار اسود، ده صوت ساسو. البنت بتاعتك؟ بتاعتي ايه بس؟ دي ما تعرفش ان انا بخر من اصلي. اركب يا زفت. وراه مكواجي. ماله المكواجي؟ مش بني ادم زيكم. بني ادم؟ بني ادم كذاب وسافل. انت احقر حاجه قابلتها في حياتي يا معفن. ايوه معفن، بس حبيتك وربنا المعبود حبيتك، وحبي ليكي ممكن يوصل لاعلى من اي عماره من دول. بس انا خساره فيكي. انت خساره فيا انا؟ انا ساسو يا بخه. عارف ان انت ساسو. ساسو بنت الملياردير الطاقه المطرقعه اللي ممكن تعمل اي حاجه تطلع في دماغك، وسايبك تعملي فيها اللي انت عايزاه وتعملي اي حاجه وتكتفيني. كتفاني ليه؟ يعني بترهبيني؟ طب ايه رايك بقى اساس ان انا ما بعرفش اعوم؟ احسن. طب فكيني. لا فكيني يا ساسو. مش فاكر. اذا كان على الجنان انا اجن منك ومن اللي خلفوكي. وهثبت لك بقى ان انا ممكن اموت وانا غرقان في حبك يا ساسو. سيد الميه ساقعه يا مجنون. سيد اطلع لعمر مكرم. عمرو ايه اللي جابك؟ ايه يا عم المقابله دي؟ قلت عدى اخدك ونروح سوا. ما يلا كريم بقالي زمانها على نار. لا اسبق انت، انا هعدي على كابر الاول. كابر؟ انت هتاخدها معاك؟ ايوه. ما انت عارف ان ده مش جواها خالص. عمرو لو سمحت ما تتدخلش في الموضوع ده تاني. انا مذهول، لا يمكن تكون انت كريم صاحبي اللي انا اعرفه. يا ابني انا خايف عليك، فكر كويس. وبعدين بقى دي ابتدت تلغوص في شغلك، ده غير بقى انها ما تنفعكش من اصله. عمرو اخر مره بقولها لك، كابر دي حد كويس قوي، لو عرفتها هتحبها ولو ما حبتهاش مش مهم، لكن افهم انها مهمه قوي بالنسبه لي. ها تحب نعدي عليها سوا ولا تسبق؟ سيد سيسو. سيد عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب سيد عايز اتكلم معاك بس بجد مش بهزار. انا دايخ او اساسه هم ادوني ايه؟ ادوني سرنجه ولا برشامه ولا ايه؟ الاثنين. خلاص لما تصحى نبقى نتكلم. لا في حاجه بقى واقفه هنا ومش عارفه اقعدها. ها مش قادره استحمل، عايزه اقول. طب قولي. سيد، عايزك تبقى تفتكر دايما وتبقى متاكد اني حبيتك. ربنا يديم المعروف. عشان تبقى تفتكر بعد ما ايه؟ انت حاسه انك هتموتي؟ بعد الشر. مش ميته، مش دلوقتي، مش عارفه يعني. الله، ما كلنا هنموت. بقول لك ايه، انا عايز امي. روحيني لامي. يعني هتعزمني على شاي وتعرفني على طنط؟ طنط هي حصلت فينا من الاباحه وقله الادب اليوم ده. يا اهلا وسهلا. حلو قوي الكشري. كل يوم على كده بقى. ورا انت تعبتي. اقعدي يا بنتي. انت عاوز ايه؟ ها؟ هاتي بوسه. الله الله. طنط بخه انت لذيذه قوي. يوه من زمان من زمان وانا كده. ميرسي يا وطنيه، الاكل كان حلو قوي. على ايه ده، انا حبيتك بجد. انت تتحبي قوي قوي يا ساس. لا صحيح حبيتك حبيتك يخرب بيتك. ايه ده ايه ده؟ بتحكي الله. الشاي دي بتاعت الجنينه ما تصحش يلا عشان حلوشه. ايه ولا مش هي؟ ها يلا خلاص. الواد عاطف بنخشي ده فيلم التحفه. ما حصلش، انا سمعته انه حلو قوي، عايز اروح اشوفه. هو مين المخرج؟ روبرت زيميكيس. اوه اي لاف ذيس جاي. ما هو ده اللي اخرج فورست جامب بتاع توم هانكس. اوه اي لاف ذيس جاي. بتحبوا مين الممثلين يا جماعه؟ انا بعشق مير ستريب وجولي روبرتس وروبرت دينيرو. دينيرو اي لاف ذيس جاي. وانت بقى يا كابر بتحبي مين من الممثلين؟ شرف انطح؟ طبعا شرف انطح وزينات وروستي والاسري. اوه الاسري I love this guy. شكلك خليك متأكد. تتجوزيني؟ قلت ايه؟ مش هقولها تاني. نفسي اسمعها تاني. يعني سمعتيها؟ كنت بقول ايه بقى؟ كنت بتقول تتجوزيني وبحبك وما اقدرش اعيش من غيرك وحاجات كده يعني، صح؟ الله 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 الله. كريم الشريط اتسرق. انا شريط؟ الشريط بتاع الاعلان بتاع سالم دويدار، لسه شايفاه حالا في التلفزيون. بتتكلم ليه؟ عشان تقول لك حرامي وسرقتني؟ لا لا يا حبيبي، ده بس عشان اعلمك درس لا يمكن تنساه. اسمع يا ابني، خدها مني نصيحة، بص لنفسك وتحدى على قدك. ايه رأيك في بيت الشعر ده؟ يبقى قوله لنفسك كل ما ينزل الإعلان في التلفزيون. يا ابن الكلب، فين عمرو؟ مشي. ايوه عمرو. كريم، تعالى لي على المكتب حالا. ايه يا ابن الحيطه، وحشك؟ في حاجه؟ في كارثه. بحس وانا معاك ان لو مؤاخذه يعني تيشه، كأن ولا حد. انا عارف اساسه ان انت ما تقصديش. اهلك دافين قوي يا سيد. كان نفسي اهلي يبقوا كده، بس مش مشكله، انا خدت على البرد على التكييف. بس الوضع ده يعني ما يكيفنيش، ما يلزمنيش، لان انا الراجل وانت لو مؤاخذة الست. يعني لازم تمشي تحت طوعي، تبقي ماشيه كده ورايا وانت مدلدله يعني حضرتك مؤاخذة. حلمت معاك اجمل حلم، بس هي خساره، طلع حلم في الاخر. ما الراجل مننا لو مؤاخذه لازم يبقى مالي مكانه كده ومطرحه، والست بتاعته تبقى مقتنعه بيه، ويوم ما ترفع عينها فيه يقوم كارتها على قفاها وهي معديه في الصاله كده، يفوقها لنفسها ولبيتها. وانا بصراحه ما اقدرش اعمل معاكي كده اساسا، ايه ده؟ يعني الراجل منكم لازم يعمل الست مننا وحش كده؟ امال يشكمها ازاي حضرتك؟ يعني بديها بالشوز؟ اه وبالجزمه كمان. وليه ما عملتش كده يا سيد؟ ما اقدرش اعمل معاكي كده اساسه، لان لما بشوفك كده بيحصل لي انبهار عصبي. يا ريتك كنت عملت كده. لا ما ريتكش، كويس انك ما عملتش. مش فاهم. مش مهم، دي حكايه طويله وممله وخلاص. anyway احنا متفقين صح؟ متفقين على ايه؟ اننا مش هنكمل، متفقين؟ ايه رايك لو كملنا اصحاب؟ استغفر الله العظيم، كده من غير جواز؟ لا طبعا مش كده، انا قصدي اتنين اصحاب واصحاب كويسين اتقابلوا لما اختلفوا ما افترقوش، فاهم؟ مش فاهم يعني، معلش عيد تاني، مش كمان كنت سرحان مع نفسي. يوه يا سيد كل شويه هقعد اعيد. يلا يلا بينا نقوم من هنا. خفيش الجنينه دي بالذات امان، وكل اللي فيها حبايبنا، وعمر البوكس ما بيجي فيها بضهره. اهو شفتي بيجي بوشه على طول. خش يا اختي. بطاقتك يا ست ولا يا بت انت؟ انا؟ ايوه انت. انا بت؟ طيب انا هوريك دلوقتي بقى انا مين. مش عارفه بقى. اوعى. ثانية واحدة يا باشا. كون هنا يعني بطاقة. ايه ده؟ ده سموم فيليه. سموم فيليه دي ملفظ تتقال قدام بيت ظابط برضه والنبي يا مان. ايه ده سلمون؟ تاكل؟ بقول لك بلاش انا جعانه. شكلك معكيش بطاقة وهتقعدي معانا كتير. لا 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 من فضلك بليز لو سمحت. طب رخصة السواقة تنفع؟ رخصة السواقة ايه يا بت؟ احنا في عالم سمسم، ما تستهبليش. احنا يا باشا مستعدين نحلف لك على المصحف تروح البيت جري يا باشا، هتجيب البطاقه وتنها راجعه فريره. بس يلا بلاش لف. طب ممكن اعمل مكالمه واحده من موبايلي لو سمحت؟ مكالمه واحده بس. واحده بس ماشي. رهيب. خارج نطاق الزفت. وايه اللي وداه هناك؟ يعني انت يا عمرو وانت بتجيب لي الشريط ما شفتش شريط سالم خالص؟ انا خدت الشريط ساعتها وطرت على اللوكيشن. دول كانوا شريطين؟ لا شريط واحد. كانوا شريطين انا متاكده. اه طبعا، ما انت مكشوف عنك الحجاب. ويا ترى بقى عرفتها لوحدك ولا شمردل قالها لك؟ شمردل؟ شمردل ده الدجال اللي الهانم سحرها لك عنده. فوق بقى يا كريم بدل ما تخسرك شغلك واصحابك. ولا ايه يا صادقه يا بريئه يا تلقائيه؟ خليكي زي ما انت. مش كده يا كريم؟ اشرب بقى. أنا فعلا رحت عند شمردل بس عشان سيد. سيد؟ أيوه سيد المكواجي، والله العظيم ما بكدب، وأنا قلت لك قبل كده. مش عايز أسمع حسك تاني. لا يا ساسو. إيه؟ بليز ممكن ما تقولش اللي هو فيه؟ تافهه، هو ده كل اللي همك؟ مش نقعد بقى ونحاسب على تصرفاتنا؟ انا عايز اعرف ايه اللي همك على الواد ده. خلاص بقى بعدين. سيد يا نهار ازرق كملت. ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ سيد المكواجي؟ انت ايه اللي وداك الجنينه؟ الا مين قال لك على حكايه المكواجي دي يا استاذ؟ العصفوره البريئه اللي عمرها ما بتكذب، بريئه خالص ما بتغلطش، بس في عيب واحد، بتسحر للرجاله. كريم خش في الموضوع. انت عرفت صح؟ طبعا. بس والله ما كانش قصدي اذيك، وبعدين ما حصلش حاجه يعني، الحمد لله. العمل ما نفعش وشمردل طلع كفته في الاخر. شمردل كفته؟ ومين شمردل كفته ده؟ انت عملتي لي عمل اساسه عند شمردل برضه؟ شمردل ده ايه؟ واخدكم اولى؟ انا مش فاهم اي حاجه، حد يفهمني حاجه يا اخوانا. يعني كابر عملت عمل للسيد يا راجل، وانت عملتي لي عمل، والعملين عند شمردل. فانا وكابر حبينا بعض، وانت وسيد اتحببتوا وحبيتوا بعض. مكسوفين ها؟ مكسوفين من ايه؟ من خيبتكم طبعا. يا نهار اسود، ده انا مدهوش دهشه، ده انا جالي اندهاش في الذاكره. كريم ام سو سوري. ام سو سوري؟ لا يا شيخ، ساسو فريد العمل ده كان نفع واتجوزنا. كنت هتعتبريه ايه؟ جواز حلال على سنه الله ورسوله؟ يعني جوزك بجد وانت جايباني بالسحر؟ وانت يا ملاك. اه يا ملاك، كنت هتبقي حاسه بايه؟ انك سعيده ومبسوطه وراضيه عن نفسك برضه؟ ترضي ان حد يجيبك بالسحر؟ ترضيها انت؟ شفتي؟ شفتي؟ والنبي يا سيد مش ناقصاك، اللي فيا مكفيني. وكمان بتبجحي؟ يا ساتر عليكي. هي البنات جرالها ايه؟ اه جرالها ايه حضرتك؟ مخكوا ضرب ولا ايه؟ مخكوا ضرب ولا ايه؟ انت ايه يا اخي؟ صدى صوت ولا ايه؟ ما فكرتوش ان السحر ده شر؟ انه تحدي لإرادة ربنا؟ بلاش. لو كان السحر هو الحل كنا حلينا بيه كل مشاكلنا. كنا عملنا عمل للحب وعمل للرزق وعمل لراحة البال والأمان وعمل للمطبات وعمل للأسفلت وعمل للبلعات حضرتك. أو كنا عملنا عمل وبقينا أغنى بلد في العالم، أو عملنا عمل لإسرائيل وخرجناها بقى من فلسطين. ده لسه قاعد قدام البطيخة دي؟ كريم عرف ان كابر ما كدبتش عليه. وافرض يعني تفتكر ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. انت هتفضل لغايه امتى متعلق بحبال دايك؟ ليه مش قادر تقتنع ان الموضوع بح خلاص وانك خدت صابون؟ بقول لك ايه يا منصور، ما تيجي نقسم الصابونه؟ الف الف مبروك والله، وبقيت بيه يا واد يا بخه. بقى عندك مغسله قبه وما بقاش في حد قدك في الحته كلها. ربنا يخليكي لينا يا ساسو. واد يا بخ اكتب عليا بقى، هو احنا يعني هنفضل مخطوبين كده على طول؟ ده انا خللت جنبك بصراحه كده. في حاجه موهوشاني من الموضوع كاتب الكتاب، اللي هي ايه؟ على اساس يعني ما يصحش يعني اكتب كتاب عليكم وكده واخدكم الجنينه وبتاع. قعدت اضرب كلاكسات انا وصف العربيات اللي ورايا انه يتعتع ولا الهوا. طبعا اتنرفزت جدا، قمت نازله من العربيه واخده الكوريك في ايدي عشان لو اتكلم كلمه زياده. رحت له عند شباك العربيه وقعدت ازعق واشتم، بس مش بالفاظ يعني. قام نازل من العربيه واداني قلمين. رحت انت مديله بالكوريك في دماغه؟ لا طبعا، قلت له نمره موبايلك كام؟ عندنا في البلد زمان طينه بنزحلق عليها.